حضراتكم لحاجة تانية واقتصادية. البرلمان لأول مرة في التاريخ عندنا قاعدة بيانات عن الصناديق الخاصة. الدكتور مدحت شريف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب اتكلم عن ان اللجنة هتستكمل خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله مناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة، وقال ان دي المرة الاولى في تاريخ مصر اللي هيكون فيها قاعدة بيانات واضحة وكاملة عن الصناديق دي وارصدتها واموالها وازاي بيتم التصرف فيها، وقال انه كمان هيكون في مقترحات من اللجنه في التصرف في اموال الصناديق والحسابات الخاصه خارج اطار الفكر التقليدي اللي بيتخيله البعض، وان اللجنه بتسعى لارساء مبادئ الحوكمه وحسن استغلال موارد الدوله. لما بنقول الصناديق الخاصه والحسابات الخاصه بنتكلم عن علامه استفهام كبيره على مدار من ساعه ظهورها. بنتكلم سنين طويله لغز، ما حدش عارف عنه حاجه. احنا دلوقتي في مرحلة وضوح، مرحلة شفافية، الدولة بتفتح الأبواب المغلقة، وموارد الدولة وحسن إدارتها ده حق المواطن دلوقتي وحق الدولة دلوقتي إنها تبحث عن الموارد الجديدة عشان الاقتصاد والعجلة تمشي. موضوع الصناديق الخاصة واقفة فيه وتفاصيل أكتر في الموضوع ده هيكون معنا سيادة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. صباح الفل يا سيادة النائب. صباح الخير يا فندم. خليني في البداية أعرف من حضرتك موضوع قاعدة البيانات عن الصناديق الخاصة اللي إن شاء الله بصدده. هي موضوع الصناديق الخاصة من أحد الموضوعات اللجنة الرقابية في الأدوات الرقابية كبداية. إحنا تقدمنا في نهاية الدور الانعقادي الأول، إحنا حاليا في مجلس النواب في الدور الانعقادي الثاني. في نهاية الدور الانعقادي الأول بعد ما انتهت لجنة تقاضي أحقاب قمح وشرفت بعضويتها انها التقرير بتاعها ما حطش بس قواعد فساد او حط الفاسدين امام القانون، ولكن ايضا حط قواعد الحوكمه واسلوب اداره المنظومه التي تم تطبيقها الموسم ده، والحمد لله نجحت بنسبه لا تتعدى 80% انها تسد كافه منافذ الفساد. طيب الجزء اللي احنا بنتكلم عنه هو تقصي الحقائق. طبعا كان لسه لجنه تقصي الحقائق القمح الموضوع بتاعها منتشر في كل مكان، الحكومه فصلت ان يكون هناك تشكيل لجنه فنيه ولا داعي لجنه تقصي الحقائق في التعاون مع اللجنه الاقتصاديه في هذا التوقيت، وده بالفعل اللي تم. وحضرت مع السيد وزير الماليه ونائبه واللجنه الفنيه مناقشه قاعده البيانات الصناديق والحسابات الخاصه في البدايه، اللي هي اتضح ان طبعا لا يوجد لدى وزارات المتعاقبه او الحكومات المتعاقبه قاعده بيانات لهذه الصناديق. صناديق بتنشأ اما بقانون او بقرار، وهناك صناديق فرعيه بتنشأ بشكل مباشر من الجهه المستفيده او رئيس الجهه المستفيده. اللوائح التنظيميه في صناديق فيها لوائح تنظيميه بتعرفها الماليه، وفي صناديق لا تعلم عنها شيء وزاره الماليه بالمره. اموال صناديق مودعه في البنك المركزي طبقا للقواعد المنظمه لهذا الامر، وصناديق وحسابات خاصه اخرى بتفتح ليها حسابات في بنوك تجاريه خاصه وبرضه تبقى على وزاره الماليه لا تعلم عنها شيء. التفاصيل دي كلها وبالاضافه طبعا لتضارب ارقام عن الصناديق والحسابات الخاصه والاموال اللي موجوده فيها. هل في حصر مبدئي يا فندم عندكم لحد دلوقتي بخصوص حجم الاموال اللي موجود؟ هوضح لحضرتك بعد اذنك بس عشان النقطتين تبقوا مهمين جدا. الصناديق والحسابات الخاصه مش اساس فيها بس فقط الرصيد. الاساس كمان الرصيد المتبقي في الصندوق ده متبقي ده الفائض، انما التدفقات النقديه على مدار العام هي دي اللي تبقى كم الاكبر. تمام. احنا ابتدينا نشتغل عليه مع وزاره الماليه لان يطلع جوابات لكافه الجهات علشان يبتدوا يخاطبونا يبلغونا بالصناديق والحسابات الخاصه اللي عندهم، وايضا ان يكون هناك تعاون مع البنك المركزي عشان بيخترنا بقاعده البيانات عن الصناديق والحسابات الخاصه المتوفره لديه، سواء في الحساب الموحد للبنك المركزي او في البنوك التجاريه الخاصه. احنا طبعا مش عايز بقى اطيل على حضرتك والمشاهدين، قعدنا ما يقرب من سنه ونص في مخاطبات ثم تجديد في لهجه الخطاب، يعني اخر مره اتبعت حوالي 655 جهه حكوميه عشان توافينا بالصناديق والحسابات الخاصه اذا كان لديها او لا، وايه هي المبالغ النقديه والتدفقات النقديه على مدار العام. رد 123 جهه فقط. يعني 123 جهه فقط هي اللي لديها صناديق خاصه. 55. فعملنا اجتماع مع السيد وزير الماليه واللجنه الفنيه في اللجنه الاقتصاديه وحطينا محاذير معينه واعلنا بوضوح شديد ان في حاله ان باقي الجهات ما ردتش يبقى احنا اللي هنتعامل كلجنه اقتصاديه وكبرلمان
بادواتنا الرقابيه مع هذه الجهه التي تجاهلت تماما الخطابات الموجهه اليها من قبل. يعني 123 جهه ردت، هل في رصد لل 123 جهه دول يا فندم؟ ايوه، ما انا لا ده هو بالذات بقى خلاص، ده انا بتكلم حضرتك الكلام ده من حوالي شهرين. دلوقتي الحمد لله في اجابه بعد ما اعلنا ان احنا بنستخدم ادوات رقابيه ضد من لم يستجب، في قاعده بيانات كبيره المفروض ان هيتم العرض. انا اخر لقاء ليا كان مع السيد وزير الماليه من حوالي 10 ايام، كنا استعرضنا سريعا كده النتائج، وكان في بعض النقصان في البيانات من بعض الجهات، دلوقتي احنا بس خاطبناها. وفي نفس التوقيت كان هناك اختلافات في الارقام بتاعه الارصده اللي موجوده في الصناديق ما بين ما افاد به البنك المركزي وبين ما افاد به هذه الجهات، بالاضافه ان في جهات عندها ارصده موجوده في حسابات خاصه ما تعرفش عنها حاجه. فدي اللي فادنا فيها البنك المركزي. احنا كده تعاملنا فعلا مع البنك المركزي عشان نجيب البيانات، والجهات اللي عندنا حسابات فيها ما تعرفش عنها حاجه بدنا نخاطبها ونقول لها بلغينا بايه تفاصيل الحساب، ارجعي للتاريخ، الاشخاص اللي موجودين دلوقتي ما كانوش هم الموجودين وقت فتح الحساب. وكده عندنا كم جهه تقريبا يا فندم؟ لا انا الارقام هم 655 جهه اللي تم مخاطبتهم. لا اللي تجاوبوا واللي في رصد فعلي ليهم. لا اعتقد نسبه التجاوب بقت عاليه جدا، بس ما اقدرش ادي نسبه دلوقتي لغايه ما نشوف العرض. المفروض ان شاء الله خلال اسبوع او 10 ايام هيتم العرض على لجنه اقتصاديه كافه البيانات. الوقت ده هنعلن التفاصيل كامله للجميع. هل في تصور لرقم معين توصلتوا له من خلال الجهات اللي بعتت بالفعل الارقام اللي عندها مبلغ معين؟ ما انا مش هدي ارقام حضرتك دلوقتي خالص لغايه ما ينتهي الامر. زي ما قلت لحضرتك الارصده اللي موجوده في الصناديق والحسابات الخاصه دي فوائد، انما لكن ما حصرتوش الفوائد دي لسه يا فندم. نعم؟ ما حصرتوش الفوائد لسه. لا الفوائد اجمالا لسه، احنا كان عندنا حصر اولي من حوالي مثلا ثلاث شهور كان حوالي 65 مليار، بس لسه بقى بتتقسم فئات، لان مش كل الحسابات الخاصه بتتحط بشكل بتتحط كلها تحت التصرف وزاره الماليه، في حاجات معروفه بالفعل وفي حاجات مش معروفه. وهنتعامل فيها ازاي يا فندم الاموال دي بعد ما يتم ان شاء الله حصرها بقى ومعرفه الجهات الخاصه في كل مبلغ، هيتم التعامل معها ازاي؟ هل في خريطه محدده للموضوع ده؟ احنا مشكلين لجنه فرعيه من اللجنه الاقتصاديه، مجرد هتكلم قاعده البيانات هتبتدي تتعامل مع كل بيان عشان ندي قرار بشكل شامل، لان هناك صناديق وحسابات خاصه ممكن بيكون بتدي مرتبات لصغار العاملين حتى الان الغير معينين، وفي البعض منها اللي بيدي لكبار الموظفين اللي بياخدوا بشكل عشوائي، وفي منها اللي بيصرف فيها او اوجه الانفاق بتاعته احنا شايفين انها غير دقيقه، بدليل ان هو لغايه النهارده ما بلغش وزاره الماليه بيها ولا توجد رقابه من وزاره الماليه عليها، فبالتالي كل حاله هتدرس بشكل متفردي لان الموضوع ما ينفعش يتاخد اجمالا، وده اعتقد بعد ما هيتاخد نفس قاعده البيانات هيكون لينا دور اساسي كلجنه اقتصاديه ولجنه صغيره في السبعه مع وزاره الماليه كل تبني من الحسابات وكيفيه التصرف. خلال قد ايه يا فندم ان شاء الله يكون عند حضراتكم تقريبا يعني بيان نهائي وختامي وحصر كامل للاموال الخاصه؟ اموال الصناديق الخاصه. كمان في حدود الاسبوع ال 10 ايام هيكون لينا لقاء مع السيد وزير الماليه لعرض اخر قاعده بيانات موجوده، وزي ما بقول لحضرتك دي اول مره من السبعينات منذ نشاه الصناديق الخاصه يصبح هناك قاعده بيانات للصناديق والحسابات الخاصه لدى وزاره الماليه، وبالتاكيد هيبقى نسخه منها موجوده في اللجنه الاقتصاديه. فالمناقشه هتبقى بعد 10 ايام، بناء عليها هنحط على الارقام بتطور لما لا يقل عن حاجه 95% مثلا تقريبا من حجم الصناديق والحسابات الخاصه الموجوده هتكون عندنا قاعده بيانات عنها، هنبتدي بقى نتعامل مع هذه القاعده في المستقبل. الموارد بتاعت الصناديق هتبقى ماشيه ازاي؟ وايه اللي هينضم على الوزنه العامه؟ ايه اللي ممكن يظل كما هو؟ يبقى ليه قواعد حوكمه حتى لا يساء استغلاله. يعني هتكون تحت تصرف مين ختاما الاموال الخاصه بالصناديق الخاصه؟ ما انا بقول لحضرتك حاله بحاله، كل حاله هتدرس بشكل منفصل، ولكن الجميع هيبقى تحت رقابه وزاره الماليه، مفيش حاجه خارج الطلب. خلاص بقى مفيش حاجه بره رقابه وزاره الماليه. لا خلاص كده الموضوع هينتهي تماما، عمليه ان كل واحد عامل صندوق خاص لوحده كده وعامله او عامل صندوق خاص بقرار من عنده او بقانون وعامله 300 صندوق فرعي، والصناديق الفرعيه ما حدش عارف مين اللي بيصرف منها ومين اللي بيستفيد منها. الكلام ده مش هيتم تاني خلاص، هيبقى في قاعده بيانات كله تحت رقابه وزاره الماليه، واللجنه الاقتصاديه هيبقى عندها نسخه من هذا البيان لتتابع ايضا التحركات في هذا الامر.
هي معظم الأموال دي يا فندم كانت بتدار إزاي؟ الصناديق الخاصة سواء بقرار أو بقانون كانت بتدار من خلال رئيس المؤسسة أو الجهة ولا من خلال لجنة داخل لا الجهة؟ بيبقى في بيضعوا هم لائحة للصرف للإنفاق، في لوائح بتعتمد وزارة المالية، في لوائح أخرى ما تعرفش عنها حاجة خالص وزارة المالية. هل تم ضبط أي أمور متعلقة بإهدار أو بفساد أثناء مراجعة الصناديق الخاصة ولا لسه؟ اللي عندنا دلوقتي قاعدة بيانات، ما هو حضرتك ببساطة شديدة اللي ما بيحطش الحساب أو الصندوق الخاص بتاعه لائحة بيعتمدها من وزارة المالية يبقى بالتأكيد هناك خلل في هذا الأمر. ففي نسبة كبيرة بس ما أقدرش أقولها دلوقتي، وبالتالي ما نقدرش نقول لا ده فساد ساعتها على طول، لكن هناك نسبة كبيرة مش حاطة اللائحة في اللوائح بتاعتها معتمدة من وزارة المالية. ده في حد ذاته طبعا خلل ويخالف القانون بشكل مباشر، ويبقى هيبقى عندنا ضوابط وهيبقى عندنا عقوبة على المواضيع دي بعد ما تتكشف. بالإضافة إلى أن يفتح حساب تجاري في بنك تجاري وليس في البنك المركزي لجهة حكومية بيودع فيه الفلوس أيضا مخالف القانون. في إجراءات معينة، بس بعد ما نبتدي نستكمل كل هذه الإجراءات أو قاعدة البيانات هتبتدي اللجنة الصغيرة من اللجنة الاقتصادية بتناقش هذا الأمر مع وزارة المالية ويتحط ضوابط كل حساب خاص أو صندوق خاص على حداد. تمام، أنا بشكر حضرتك، موفقين إن شاء الله، موضوع كبير وهيحتاج شغل كتير. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. يعني الموضوع ده من المواضيع الحقيقة مضحكة. احنا بنتكلم في دولة عندنا فلوس، يعني عندنا فلوس كتير، بس الصناديق الخاصة دي كل مؤسسة، معظم المؤسسات يعني اللي تم رصدها بيتكلم في 650 مؤسسة سيادة النائب، كل مؤسسة عندها صندوق. الصندوق ده ليه مصادر دخل وليه أوجه صرف، سواء بقانون أو بقرار من المؤسسة نفسها، سواء مجلس اللي بيديره لجنة بتديره أو رئيس المؤسسة نفسها، لحد عارف الفلوس اللي داخلة ازاي أو كام، ولا حد عارف الفلوس اللي خارجة ازاي، وكل مؤسسة ليها صندوق بتديره لوحدها. من الحاجات المضحكات المبكيات إن في مؤسسات عندها صناديق خاصة ما يعرفوش عنها حاجة، اتعملت في أزمنة واتعملت في أوقات وفيها فلوس متشالة، لا حد عارف فلوسها كام ولا حد عارف إنها موجودة أصلا. فتضطر الدولة، ولأول مرة في التاريخ بقى هنا دي خطوة من الخطوات القوية وإيد الدولة التقيلة نزلت في المكان ده، بقى بنتكلم إن تم مخاطبة البنك المركزي، عندك فلوس قد إيه خاصة بالمؤسسات؟ قال لهم في صناديق خاصة بكذا وكذا وكذا وكذا، ورصد لهم الصناديق. يخاطبوا الجهات دي ما عندهاش معلومة إن هم عندهم فلوس في البنك المركزي، ما عندهمش معلومة إن عندهم فلوس في بنوك تجارية. دي نقطة. كان في فساد طبعا مستشري، موضوع كبير جدا، يعني حاجة كبيرة، أرقام فلكية، بنتكلم في مليارات اللي تم رصدها لحد دلوقتي واللي لسه هيتم رصدها. بعد كده ندخل لنقطة تانية، في مجالس موجودة، في مؤسسات، في هيئات، في إدارات، في مديرين، المفتوح حسابات خاصة داخل بنوك تجارية، وده زي ما قال سيادة النائب ده مخالف. طيب انت فاتح حساب خاص داخل بنك تجاري وبعيد عن رقابة وزارة المالية، ومش تابع انت متخيل ان انت مش تابع للبنك المركزي، يعني لك البنك المركزي في النهاية بتصب عنده كل الامور، بتعمل ايه؟ يعني الفلوس اللي داخله واللي خارجه بتتصرف ازاي وبتجيبها منين وبتوظفها ازاي وبتديرها ازاي؟ تخيلوا بقى حضراتكم كم الفساد اللي هيطلع من الموضوع ده، وكم الناس اللي هتتكشف واللي هتبان من خلال موضوع الصناديق الخاصه. احنا بنتكلم في حاجه مقفوله، عش دبابير مقفول ما اتفتحش قبل كده، الدوله بتفتحه دلوقتي، فلوس كتير هتطلع وفساد كتير هيتفضح. واتصور ان المرحله الجايه الخاصه بموضوع الصناديق الخاصه هي اكتر حاجه هتكون ملفته للنظر في الفتره اللي جايه، لان عندنا ناس كتير هتقع وناس كتير هتتكشف ومؤسسات كتير هيبان الصرف بتاعها. الفلوس دي ما كانتش تحت رقابه وزاره الماليه، فلوس سايبه، فلوس شغاله لوحدها ما حدش عارف عنها حاجه. موضوع الصناديق الخاصه كان من اسرار الكون، يعني بالنسبه لنا موضوع الصناديق الخاصه لم يفتح ابدا، ما حدش بيتكلم فيه. طبعا احنا الدوله بتاخد خطوات حقيقيه ناحيه الشفافيه وناحيه كشف الفساد، مؤسسات كتيره بتشتغل في نفس الاطار وفي نفس الاتجاه، والرئيس الحقيقه واخد خطوات واضحه جدا وما فيهاش مواربه، وما عندناش عشان خاطر حد ولا فلان اصله بيشتغل كذا ولا فلان كذا. الفتره اللي جايه في موضوع الصناديق الخاصه في ناس كتير قوي 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 هتقع، وناس كتير قوي هتبان، وفي فلوس كتير هتطلع، وفي فساد كتير هيتفضح، وعندنا ملف من اقوى الملفات اللي بتتفتح لاول مره في مصر.
وهنتابعه وهنشوف تفاصيله ايه. ومعانا ان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام هيكون معانا رصد وحصر. اسمعوا بقى الارقام الفلكيه اللي هتطلع، واسمعوا كميه الفلوس اللي هتطلع من مؤسسات الدوله المختلفه، واسمعوا المؤسسات اللي ما تجاوبتش والمؤسسات اللي ما كانتش عارفه والبنك المركزي فضحها. عندنا تفاصيل كتير جدا، هنعمل اكتر من وقفه في الملف ان شاء الله قريب، وهيكون لنا تفاصيل كتير معايا. هنشوف فلوس المصريين وفلوس مصر اللي موجوده جوه وبتدار باللهو الخفي بيديرها، ما حدش فاهم رايحه فين وجايه منين. الدوله حطت ايديها عليها، وزاره الماليه هتراقب الفلوس دي، هتبقى تحت اعين وانظار المصريين جميعا بكل شفافيه. احنا دلوقتي في منطقه جديده، منطقه زمنيه وحقبه تاريخيه جديده، مصر بتتغير فيها يعني 180 درجه، احنا تقريبا بنتحول لشكل تاني. معنى ان انت تتكلم عن الصناديق الخاصه اللي كانت سر من اسرار الدوله على مدار السنين، من اول الناس اللي اخترعت الفكره دي لحد دلوقتي، بتتكلم في شفافيه رهيبه، وبتتكلم في فلوس كتير غايبه وهترجع. هنتابع الموضوع ده مع حضراتكم، ونروح بقى كمان